خمس اشياء بتخليك سيد اسد وبتخلي ادائك 100% فيلم وما راح تكوع. جاسر مصطفى، جاي توكس، ولو ليش بتحكي لك هذا الحكي؟ لأنه دائما بيجينا شعور إنه نحن بنقدر نعمل أحسن، بنقدر نحسن نتائج أحسن، بنقدر يكون البروجرس تبعنا أحسن وإلى آخره، بس مش عارف ليش إنه بس هذا اللي قدرت أعمله وهذا اللي طلع معي أو بكل الإفورت اللي حطيته هذه كانت النتيجة. لا، أنا بقدر أعمل أحسن. اللي أنا بحكي لك يوم اليوم هو أنت كيف راح تصير عارف إنه أنت بتقدر تعمل أحسن، كيف تعمل أحسن بالآخر توصل لريزلتس عن جد وأحسن. هلا الشغله الاولى اللي انا بدي احكي لك اياها، اللي من اهم الاشياء اللي انت لازم تعملها عشان تقدر تمشي بهذا الطريق، اول شيء انك تحدد الهدف بشكل كثير واضح. يعني لان انت رايح رحله مش عارف انت وين رايح في هاي الرحله، عمرك بحياتك ما راح توصل لاخرها. عشان تقدر توصل لاخرها دائما بدك تكون عارف انه ايش هي الريزلت اللي انا بدي اوصل لها، علشان اني انا اعرف اصلا من وين بدي ابلش وكيف بدي امشي ولوين راح اوصل. دائما انا احب احكي مقولة انا سمعتها او قرأتها ناسي، المهم انها تحكي لك دائما keep the end in mind، وهذا مش بس في المجال العملي، في كل المجالات خلي دائما في بالك ايش هي الشيء الاخير اللي بدك توصل له عشان اصلا تقدر توصل له، تعرف تبلان علشان انك انت توصل. الشغله الثانيه اللي بدي احكي لك اياها اللي لها علاقه في هذا الموضوع صراحه هي شغله كثير مهمه، انك انت دائما يكون في عندك موضوع المتابعه والتقييم في كل مرحلة من المراحل الرئيسية في الخطوات اللي انت بدك تمشي فيها بعد ما انت عرفت ايش الهدف اللي بدك توصل له. يكون في عندك كرايتيريا واضحة، وبصراحة انا بحب او بفضل انه هاي الكرايتيريا تكون عبارة عن تشيك ليست بوينتس، وتكون لوجيكال ورياليستيك في هاي البوينتس، لا تكون كثير تاركها على البحر ومريح حالك قاعد في الكومفورت زون وعصير الناس بيجيك على الهمط او على المرجيحة على البحر على الشط والجاريات قاعدين يخدموا عليك. لا، طلع حالك اهم شيء من الكومفورت زون. والشغله الثانيه تكون رياليستيك ومرتبطه بالاشياء اللي انت بتعملها وتكون دوبل، وانت قادر انك انت تقيم فعليا انك انت وصلتها ولا لا، وحاول انه هذه التشيك ليست بوينتس تكون اجوبتها يس اور نو. دائما طول ما هي تشيك ليست هي اتس يس اور نو، اذا يس يو ويل تك، اذا نو يو ويل نوت تك. وحاول انك انت دائما انك انت تتك كل المربعات اللي تحتاجها من التشيك ليست تبعك، كما تكون عامل ليترالي تشيك ليست وتبلش تعمل عليها تشيكس، بس هي دائما ان مايند. تقول كيب ان مايند شغلتين، كيب ذا اند ان مايند وكيب ذا تشيك ليست، المعايير اللي حتقيم على اساسها برضه ان مايند او اون بيبر، هذا الموضوع بيرجع لك. الشغله الثالثه اللي بدك تعملها انه دائما خلي في عندك نظام مكافآت، انك انت عارف انه اذا انت انجزت المايلستون المعين تاخذ المكافأة المعينه اللي هي وات ايفر ات از، يعني مش شرط تحددها اليوم شو هي المكافأة، بس انه في ات ذا اند اوف ذا داي انت لما تخلص شغله معينه في مكافأة راح انت تحصل عليها، لانه هاي الشغله المكافآت اللي انا بحكي لك عنها هي راح تكون البنزين او الفيول تبع رحلتك، اللي ليترالي كل ما تكوع اخليك مش مكوع، او خليني اشبه لك اياها تشبيه كثير اللي هي ليترالي كل ما تنام راح ترجع تخليك توقف. المهم فكيب اواردنج سيستم لك لما انت تعمل شغله او مايلستونز انت فعليا انجزتهم وتناول انك تنجزهم وانتم بالطريقه الصحيحه. النقطة الرابعة لها علاقة بهذا الموضوع عكس، كان نظام مكافآت تحط لحالك نظام محاسبة وعقاب، مش بقول لك رادع ترهيب ومش عارف ايش، بس انت فعليا بدك تحط لحالك انك تحاسب حالك لما تغلط او لما تقصر او لما تحط راسك تنام وما ترجع توقف وحاسب حالك على هذا الموضوع. فكر فيها شوي زي نظام الجامعة، خلينا نحكي لما تعمل منيح انت في عندك شهادة راح تاخدها او في عندك علامة منيحة راح تاخدها او whatever، فما تعمل منيح انت حتكوح ترسم كل الكوكب راح يبهدلك، عارف انه ما حدا راح يبهدلك بس قدام البداية ابوك راح يخبط وجهك. فحط في بالك انه لازم تكون زي ما عندك نظام مكافآت برضو في عندك نظام محاسبة وعقاب، مش عقاب مش هتنضرب بس لازم تعطي حالك على هذا الموضوع. النقطة الخامسة اللي راح تكون الاخيرة في هذا الفيديو هي نقطة جدا مهمة وهي التطوير المستمر. طبعا انت قصصنا بكل فيديوهات تعمل سكيلز ديفلوبمنت ومش عارف شو، لا مش هيك قصدي، التطوير المهم او المستمر على هدف اتسلف. حطيت لحالك هدف ووصلته وانجزته وكان الله بالسر عليم واخذت المكافأة تبعتك، حتقعد؟ لا، لانه انت راح تقزز حالك دائما زي ما قلت لك، انت ما حتقعد، حتتعود على الموضوع. انت انجزت اول هدف، بدك تحط الهدف الثاني اللي لازم يكون اعلى من الهدف الاول واحسن منه
وأرتب منه ومن عالم وناس أكثر منه والمدود تبعه أحسن سواء مادي أو اجتماعي أو معنوي أو whatever. فأنت whenever you achieve something بدك something ثاني لازم تنجزه في مرحلة ثانية. وحطينا أنه كيف تحط الأهداف وشو العلاقة يمكن اللينك يطلع هون أو اللينك يطلع هون ما بعرف, بس at the end of the day ارجع لهم عشان لما تحط الأهداف تعرف كيف بدك تحطهم, حط لهم مدة زمنية ومقابلين القياس وتعرف إنك تمشي على أساس. هذول هم الخمس نقاط اللي أنا I do believe إنه إذا كل واحد فينا بده يعملهم فليترالي راح يلمس تغيير كثير حقيقي في حياته. أهم شغلة بعد ما أخذت هدول خمس نقاط, إذا نويت إنك تبلش فيهم حط لنا في الكومنتس أو حكي لي إذا أنت ليترالي بتعملهم أو إذا لهم فائدة في حياتك أو إذا بتعملهم ما لهم فائدة بالمرة. المهم لما تأخذ هدول الخمس نقاط اللي بنحكيهم تبلش تشتغل على أساسهم. أهم 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 شغلة لا تستعجل النتائج, وإذا حصلت نتائج سواء سريعة أو بطيئة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد لا تقعد وتريح, دائما حط لحالك أهداف جديدة إنك أنت تنجزها. بعرف إنه كثير it seems theoretical أو بديش حكي theoretical it seems pink على الآخر عالم وردي أو زهري على الآخر, بس literally هذا اللي بيصير. حاول إنك أنت تجرب تعمل هذا الحكي وحكي لنا شو بصير معك, إن شاء الله إنك أنت تكون تنجز وبتخلص وبتزبط أمورك فيهم وبلاهم. من هون لحد ما تحكوا لنا شو بصير معكم. سلام.